البرنامج شنو هو؟ البرنامج هذا تاع التنظيم السطحي راح يعود فيه 60 دقيقة. اسمعوا شوفوا ها هو راه 60 مينوت، 60 دقيقة ساعة تاع تنظيف سطحي في النهار. وشنو فيه هذا التنظيف السطحي؟ راكم تشوفوا بلي مقسمه ان فيت 60 دقيقه هذيك على 6 اجزاء اللي هي 10 دقائق، يعني 10 مينوت 10 مينوت 10 مينوت 10 مينوت. في كل 10 دقائق واش راح ندير؟ راح نحكم المينوتور تاعي ندير فيه 10 دقائق. وصدقوني البنات والله راني على بالي بلي في لي كومونتير تاعكم راح نقراها. 10 دقائق تبانكم شويه، تبانكم ما هي والو، بصح كي تحصروا الوقت تاعكم وتركزوا لو فوكس سي تري امبورطون انكم تركزوا في شيء في 10 دقائق، والله غير الوقت عبالكم راح يتسع راح يمتد. ركزوا، عندكم 10 دقائق في الغرفه تاع، انا نبدا لكم بالغرفه تاعي تاع لي بارون، لا شامبر بارون تاع غرفه الوالدين. 10 دقائق تما راح نتركزوا كو في هذيك الغرفه. واش راح نديروا؟ دونك تدخلي لا شامبر تاعك، لي بيجاما انا جينيرالمون تاعي نديرهم تحت المخده تاعي، دونك حطيتو لي بيجاما تحت المخده. ديروا الكوفرولي تاعكم، الكوفرولي حاجه مهمه جدا، ما كاينش عروسه تروح للدار يعني تتزوج بلا كوفرولي، لازم يعود عندكم ان كوفرولي. وجدوه كل ربع سنوات ولا 3 سنوات جدوا الكوفرولي تاعكم باش تجدوا الشومبرا تاعكم الجمال تاعها. راه كاين حوايج بزاف تاثر على النفسيه تاعنا، منها الجمال تاع المكان اللي ساكنين فيه، الجمال والنظافه نتاعو. يعني والله دي فوا اشياء بسيطه جدا جدا تقدروا ترجعوا الحياه تاعكم جميله. صح صح. المهم ما لازمش جو مي باربيان، لازم دائما نعاود نركز في الموضوع. دونك درتو حطيتو لي بيجاما تاعكم تحت مخدتكم، سقمتو الفراش تاعكم، درتو الكوفرولي، تحكمو مع هذاك الاخر لو ساشي اللي وريت لكم تاع لا بوبيل. اجرو خملو كاع واش كاين حوايج لي طيشو في لا شامبر، شوفو ليه 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 ليه. ومن بعد هذيك السله هذيك اللي قلت لكم عليها، كش ما كاين كتاب كي تخن، كش ما كاين قرعه تاع ما، كش ما كاين لبسه موسخه، كش ما كاين حاجه يعني لي فوق فوق السطوح، كش ما باغ اكزومبل فوق لا كومود، فوق حاجه لي ما عندهاش بلاصتها في لا شامبر تاعكم ديروها في السله. ومن بعد هاكم فرغتوا كاع لي سيرفاس، فرغتوا لي سيرفاس تاعكم تاع لا كومود تاع الخزانه تاع فوق وين تحطوا لا تيلي، هاد الحوايج هذونا. ومن بعد ديروا هذاك التقشير تاعكم في يدكم والا لا لانجات، امسحوا كاع لي سيرفاس تاعكم ليه ليه. ومن بعد يا عندكم 3 طرق، يا تحكموا بالي يعني مكنسه تضربوا كنسه خفيفه مي فريمون خفيفه، ماكمش رايحين تنحوا باردون مش عارفه انا الزربيه والدنيا فريمون خفيفه، واش يشوف احمد كنسه خفيفه لا شامبر. والا عندكم لاسبيراتور، انا عندي لاسبيراتور بصح ندفنين انني نخرجو كل يوم. لاسبيراتور تاعي ندير به نقولو شاك 4 جور، لا ماشي شاك سيمين، يعني تجيني شويه ثقيل انني نخرجو كل يوم. والا الطريقه اللي نستعمل فيها انايا نعطيها لكم سي اون استوس. واش ندير انا؟ انا نحكم البيدون تاع المسيح نحطو في لابينوار، ما نخرجوش يعني في كولوار ولا في لا شامبر تاعي ولا نزرزق الحاله، نحطو في لابينوار. وعندي ان بالي برك ندير لكم اون فوتو تاع البالي تاعي كيفاه داير. هذوك دونك هذاك النشاف نروح نغسلو في لابينوار تاعي في البيدون، نغسلو نعصرو مليح، يفو جوست يعود نادي ما يعودش مشمخ، نعصرو مليح ونديرو في البالي وكشغل نكنس بالنشاف، نكنس به. وهاد الطريقه هذه ما تخليش الغبره تطلع في السماء، باسكو كي تكون سيك شغل الغبره تطلع. وانا كيما قلت لكم عندي بروبليم تاع اليرجي دونك ما نحملش هاد لو جور دو شوز، دونك ندير نكنس بالنشاف وتخرج الحاله تشعل بروب وتبان راكم مسحتو كاع. دونك 10 دقائق تاعي خلاصو بوان، نحبس نعاود نروح نزيد 10 دقائق واحد اخرين في لاشامبر تاع بناتي. يا اخي فهمتكم لاشامبر تاع بناتي لي بيجاما تاعهم عندي ان ساك ورا الباب، ديجا درت لكم في لا فيديو تاع لاشامبر راني يعني نديرها لكم هاي درك طافيش لكم واحد لا بوند بيضاء تقدروا تكليكو فوقها باش تروحوا تاع لاشامبر تاع بناتي. دونك لاشامبر تاع بناتي قلت لكم لي بيجاما نديرهم في الاخر في هذاك الساك هذاك ورا الباب. ومن بعد نسقم الفراش تاعهم ليه ليه.
ومن بعد كيما قلت لكم كش ما حاجه مش عارفه انا، يا كاس مثلا شربوا فيه لاتيزان ولا قرعه تاع ما فرغه ولا ان تروك كوم سا، نرفد ندير فيه هذيك السله. اه ان ديتاي آه ما قلت لكمش عليه، هذيك السله هذيك كي تكملوا العشر دقائق تاعكم في لا شومبر تاع لي بارون، ماشي تروحوا تاتاكو لا شومبر تاع لي زونفون والسله تاعكم معمره، كل ما تكملوا لازم السله تاعكم تروحوا تفرغوها كل حاجه في مكانها. هي كي راكم رايحين تبداو هذا البرنامج هذايا في الاول العشر دقائق ربما مش راح تكفيكم، ربما رايحين تحتاجوا 15 دقيقه، فهمتوني؟ معليش معليش يعني تحملوا هذا الشيء، بصح بالوقت بالوقت رايح هذيك ال 15 دقيقه تنقص 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 تولي 10 دقائق، ربما تولي لكم حتى 7 دقائق، مي بشويه بالوقت اصبروا، لازم الحوايج يداروا دوكا 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 خطوه خطوه وتشوفوا، والمواظبه وثم المواظبه، كل يوم كل يوم لازم تخدموا هذا الشيء. المهم ما نطولش عليكم، هاني كان فاهمكم بنتي راهي تعيط. المهم ومن بعد قلت لكم درتو لا شومبر تاع لي زونفون، من بعد تروحوا لا سال دو بان، لا سال دو بان من بعد كي نروح لكم في الروتينات، مازال سافا تخ لا فيديو الجايه ان شاء الله وين نهضر لكم في الروتينات. باغمي لي روتين تاعي انايا تاع الليل سي كو نحط الحوايج المسخين نتريهم في الليل، باردون. دونك شكون كنت نقول لكم، قلت لكم انا الحوايج نتريهم في الليل، يعني نفرق بين سماهم الملابس الملونه والملابس البيضاء والملابس السوداء، وفي الليل نحط الملابس اللي رايحه نغسلهم نديرهم داخل في الماشين ونغلق الباب عليهم. الصباح كي نوض كي يعود وقت هذوك العشر دقائق تاع لي تواليت هذونا، واش ندير؟ ندير جوست البرودوي تاعي بينغو هذاك اللي حكيت لكم عليه واحد النهار، نديرو في لاماشين تاعي ونديماريها. هذا واش ندير؟ بون هذه بارمي لي 10 مينوت، دونك نديماري لاماشين لافي تاعي، نغسل مي فريمون سطحيا اسمه لافابو تاعي، عندي دائما مخلطه كشغل نمشي بارفوا ندير فيه لو جافيل وندير البشيت هذاك في لافابو تاعي، نحكو فيت فيت من تا في الوسط هكا نشلو ونمسح بنشاف لي كوتي، ولي تواليت كيف كيف ندير لها لو جافيل هذاك اللي وريت لكم لو جافيل انجيل، نديرو في لي تواليت هكا ونغلقها ونخلي عليها كشغل ساجي، ومن بعد كي نكمل لافابو نعاود نحكها فيت فيت بالشيتا تاعها هذيك، جو تيغ لا شاس وجويه الاخرين يخي وريت لكم تاني واحد النهار. سانيتول فوالا سانيتول نديرو في لي كوتي كشغل وين نقعدو من الفوق. المهم هذه عملية يعني ما رايحة تستغرق منكم حتى 5 دقائق، يعني سهلة بزاف بزاف. ومن بعد دونك هاني كملت لا سال دو بان تاني كنكنسها ولا نمسحها سا ديبون، ومن بعد كنروحو لغرفة الجلوس. غرفة الجلوس هي فان لا بيس ا فيفغ، راني نكتب لكم غرفة الجلوس، راني زيرو في العربية باش نتفاهمو. يعني كنت تسمعوني نهضر بالعربية الفصحى تموتو بالضحك، تتبرغو في الله بالضحك. دونك راني نجرب فغيمون ندير مجهود باش نهضر يعني نلقى المصطلحات بالعربية. دونك شنو قلنا؟ قلنا هذه غرفة الجلوس، يعني كاين الناس اللي عندهم الصالون تاعهم وحده اللي يجي يستقبلوا فيه الضياف وحده، واللي اللي يديروا فيه انفان اللي يعيشوا فيه طول جوغ وحده. انا الصالون تاعي هو غرفة الجلوس، هي لا بياس ا فيفر، سكي في كو كشغل لي جوي تاع بناتي مالوروزمون يلعبوا دي فوا تما، حتى اشاك فوا نعيط عليهم اي تو، مي يل اريف سوفون كنصيب لي جوي تاعهم فوق التابي، نتفرجوا على تيلي تما، واش كاين تاني كنقعدوا تما، انفان الماكله ناكلو في الكوزينه، مي كشغل هذيك الصالون هذاك كشغل دي فوا انفان يولي كاتاستروف، باسكو بناتي يرسموا فوق الطابله يديروا الالوان، مرات شي يقطعوا لي الورق. المهم دونك شنو ندخل هذاك الصالون هذاك، ندخل ليه نحكم السله تاعي، هي يعني الاداه تاعي السحريه هي السله تاعي، ما نكذبش عليكم، نحكم نخمل كلش، مي كلش كي نقول لكم كلش، ميم الكتابات يعني لي يروحوا لا شامبر تاعهم لي جوي، هذاك الساشي هذاك ندير فيه يعني الاوراق اللي مقطعينهم اي توسا، والحوايج اللي بلاصتهم في الصالون سرجيهم تمتم في الصالون ثم. ومن بعد واش ندير؟ نحكم ندير ان بتي كو داسبيراتور مي تري ليجي جونغ 3 مينوت لهذاك التابي تاعي، باسكو عندي تابي نوار وغلطه رحت درت تابي نوار يبان فيه الطخشه، كنت عود طخشه تبان فيه، دونك ندير لو تابي تاعي ليه ليه
ومن بعدك كيما قلت لكم النشف تاعي راه في يدي، نضرب مسحه فيت فيت فريمون في الصالون. من بعد ندير يدي في هذاك لو غون ولا بلا لانجيت. جينيرالمون في الصالون ما نديرش باللانجيت باش ما نطولش باسكو فيه بزاف لي مبل، نجوز غير بهذاك الاخر، هذاك التقشير اللي قلت لكم عليه. ومن بعد نروحوا لا كويزين. لا كويزين مانيش نقول لكم على لا فيسيل والطياب والدنيا دنيا وجو سي با، لا كويزين هذوك لي 10 مينوت رايحين يمكنوكم انكم تفرزوا برك السطوح كيما قلت لكم، يعني لي سورفاس. جو سي با انايا مثلا تقولوا ليش في داركم قاعدين عندنا هذوك تاع لي زونفون يجيبوا حوايج يعني من شامبرتهم ولا من كتاب تصيبي تصيبي ان جوي تصيبي فوطه تاع الشعر بارفو انايا تدوشي تحطيها فوق الكرسي ومن بعدك تنسيها ثم، فهمتوني راكم شايفين يعني كاع العائلات رانا نتشابهوا كاع كيف كيف. دونك هذوك الحوايج اللي ما عندهمش بلاصتهم في الكوزينه هذوك العشر دقائق هذوك باش تفرزيها الكوزينه تاعك وخرجي منها حوايج اللي ما لازمش يعودوا ثم، تضربي لها مسحه خفيفه ولا كنسة تقدري تخليها من بعد كي ديري لا فيسيل تاعك. انا جينيرالمون هذوك العشر دقائق ولا غير يكفوني حتى جو ديباغاس لا طابل تاع 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 القهوه الصباح ويبقى لي الوقت. جينيرالمون يبقاو لي او موان 5 مينوت من هذوك 10 مينوت باسكو الكوزينه ما فيهاش بزاف الخدمه. المهم ماشي ما فيهاش بزاف الخدمه، راني نهضر لكم في الميدان راني نهضر لكم فيها باسكو من بعد نولي نرجع ليها الكوزينه نتاعي باش نطيب فيها باش نديماري لا فيسيل تاعي باش عندي بزاف حوايج نديرهم في الكوزينه. مي هاد العشر دقائق هذونا تاع التنظيف السطحي ما فيهاش بزاف خدمه. دونك اللي تبقى لي هي الملابس، وراح ندير لكم يعني حلقه كامله على الملابس ولا جيستيون تاع الملابس. برك حبيتكم يعني من دركا تفهموا بلي الملابس انايا كيما قلت لكم الصباح نديماري هنايا اون ماشين، وهنايا الحوايج اللي ناشفين في السيشلاج نرفدهم من السيشلاج نطويهم. جامي يا بنات تغلطوا الغلطه اللي كنت ندير فيها قبل، انني كنت ندير الحوايج نحهم من السيشلاج نديرهم في سله ومن بعد باش نطويهم، ديجا يتكرفصوا كاع و اون بلوس دو سا تنساوهم و اون بلوس تجيكم اسهل انكم ترفدوا بالاخرين السيشلاج تاعكم. انا نرفد بالحاجه نحطها فوق الكرسي باش تبقى هكذاك بلات تبقى بيان كون محده. ومن بعدك كيما وريت لكم واحد لا فيديو تاعي درك ندير لكم هنايا تانيك تعطي الملابس يعني بطريقه سهله نطويهم ليه ليه نروح نفرجيهم. هذيك لا فيديو تعطي الملابس راني رايحه نعاودها باسكو الصون تاعها زيرو، الماتيريال اللي كان عندي زيرو درتها الصون تاعها مش مسموع، نعاودها لكم يعني ان شاء الله في اقرب وقت ممكن نعاود نحطها. دونك فوالا هذاك منا 60 مينوت تاعنا، 60 مينوت ساعه صبتوا رواحكم درتوا على داركم كامل وخدمتوا الحوايج يعني الاكثر اهميه واللي تبان عليكم بلا راكم درتوا حاجه. واش كنت رايحه نقول لكم دركا رايحه نروح لكم للتنظيف العميق نفهمكم كيفاه ديروا التنظيف العميق وكيفاه تخطوا للتنظيف العميق، ومن بعد نزيد لكم زوج مصطلحات ولا ثلاثه فما فاهم في اخر الفيديو. تبعوني.